السلام عليكم، بنكمل معكم في النموذج. الآن البيج شيفت ان ايكونومي الكوست ستراكشر اند فاليو ستريم، بنتكلم على نيو بزنس موديل ريفينيو ستريم، تراديشنال كاستمرز باي برودكت اند اونرشيب اوف ذا برودكت ان اكستشينج فور ريتيرن اوف بيمنت. يعني الزبائن بيشتروا المنتج وحقوق ملكية المنتج هذا مقابل الجزء المادي. The four most common business model in digital world are الموجودة في هذا الشغلة أكثر أربعة نماذج شائعة: advertising based provide content or service for free in exchange. مثلا هذا النموذج هذا في عالم العالم الرقمي، في عندي باخذ انا خدمه مجانيه مقابل انه في دعايات بتيجي لي في هذا، يعني بتجي لي دعايات مدفوعه من ناس تانية، فانا بشوف هذه الدعايات. هذه بنشوفها في كثير من الخدمات المجانيه، انت بتاخذ خدمه مجانيه بس في المقابل بتشوف دعايات كثيره في هذا المجال، وهذا بنسميها ايش؟ advertising based. الان السبسكريبشن اللي عندي all you can eat user pay a fixed amount per month in return for the right to consume digital contents and services without limitation. الان هذا تدفع انت مقابل خدمة رسوم شهرية، وقديش انت بتستخدمها انت حر، هي موجودة قدامك هان. فمقابل هذه الخدمة انت بتقدر تسوي اللي بدك اياه فيه، بس هاي الجزئية، هاي واحدة بتاخد مجانا بس ايش في دعايات يعني بتشوفها. الشغلة الثانية subscription اشتراكات، وهذا النوع اللي بسميه all you can eat، يعني كل ما انت بتقدر تستخدمه في هذا المجال مقابل رسوم مثلا شهرية او اسبوعية او سنوية في هذا المجال. pay per use اللي هي انت ايش بتدفع لكل مرة بتستخدم، يعني pay a fee per consumed item، يعني gaming or on demand video، يعني لما انا بتستخدم مرة او اشوف مرتين او هاي على العدد السعر بيزيد. وهذا نوع ثالث data monetization digital business collect a plethora of data on consumer behavior and preference on product use. يعني هذا ايش بيسووا فيها؟ بمسكوا الداتا وبحللوها، يعني بحولوها لفلوس. مثلا انا بيجي بتطلع ايش توجهات الناس فيها، ايش بيشوفوا، ايش بيستخدموا، ايش بيسووا، بجمعوها وبيبيعوها. وهذه التجارة المربحة حاليا، يعني هو ببيع للبزنس، البزنس مثلا بتشوف ايش توجهات السوق، ايش توجهات الناس، ايش توجهات الشريحة هاي. مثلا انا بستهدف شريحة الشباب اللي هي بين خلينا نقول 18 لحديت 30، فبدي اشوف الشباب هذا ايش الحاجة اللي بتستهويهم عشان انا بدي افتح بزنس في هذا المجال. فانا مش ضروري اعمل افحص السوق واعمل كل شيء، في شركات متخصصة هي اللي بتفحص وبتعمل وبتقدم لي هذه الخدمة ثمن في هذا المجال. فعندنا هاي اربع انواع من البزنس موديل في هذا. lower coordination costs as a result businesses are able to mobilize their expert on a global level to work together on firm project. يعني هم بيستخدموا كل اللي عندهم الامكانيات اللي عندهم لخفض التكلفة، يعني انت بتاخد تكلفة مخفضة. lower transaction cost، يعني الان انت لو بدك تقوم باي عملية الكوست هذا نزل، لانه انت ايش اول زمان كان order capturing invoicing payment، هذه صارت تحصل اوتوماتيكلي، الكمبيوتر برامج الكمبيوتر هي اللي بتعملها زي ما حكينا. digitizing and automating it become economically viable for business to handle large amount of relatively small transaction. يعني صار مش فارقة عندي لو انا الترانزاكشن صغير او كبير بقدر اتعامل معه. هذه كانت زمان في الماضي من الشغلات اللي بتغلب كثير. higher productivity and asset utilization، صار الانتاج زاد في نفس الوقت
انا قدرت استغل الاسيتس اللي عندي او المجهودات الموجودة عندي بشكل افضل او الموارد عندي بشكل افضل في هذا المجال. الان عندي هاي free content and services اللي تكلمنا عنها، هاي paid for content and service، بنلاحظ هذه اللي ببلاش اكتر لانه الناس ميالة تشتغل على البلاش. الان انت حسب السيجمنت اللي انت بتطلع عليها هي اللي بتسوي. مثلا لو انا بدي ايام مباريات كأس العالم، بتلاحظوا ايش؟ بتلاحظوا انه بالمباراة ببيعوا او الباكج كاملة، وحسب ايش اللي بدك تشوفه السعر بيختلف. الان لو انا في الاوقات العادية بدي اتفرج على الكرة القدم في اوروبا او غيره، ممكن اعمل اشتراك وقديش مباريات بقدر اتفرج عليها بتفرج عليها. الان في بتلاحظ في حاجات ببلاش، قنوات ببلاش، بس ايش بتلاقيها مليانة دعايات. Free content or services, two reasons are causing this phenomenon. Digital contents and services have very low marginal cost. If user consume extra item, additional costs for the provider are almost zero. يعني ايش صار؟ سعر التكلفة بالنسبة للهاي منخفض جدا او صفر. يعني لو انا عملت حاجة سواء استخدمها واحد او استخدمها 20 مش هتفرق. انا عدد المستخدمين كل ما زادوا هتلاقيها ايش؟ السعر بنزل، لانه انا يعني بوزع التكلفة على الكل وهي مش هتكلفني حاجة. Free content is often a key element of the business model، وهذه عنصر رئيسي اللي هي الـ free contents. Businesses provide free contents to build up large captive user base and generate revenue by advertising, by selling data they collect from user, or by paid for premium content or paid for additional services. عادة هاي يعني مربط الفرس. أنا إيش؟ أنا ببيع المعلومات اللي عندي، صح بوفر محتوى مجاني، بس في نفس الوقت أنا ببني قاعدة مستخدمين كبيرة جدا، والمعلومات اللي عن هدول بقدر أبيعها، أو أنا بوفر خدمة الإعلانات لهدول الزباين. فهاي الموجود. أو حاجة تانية، أحيانا الناس اللي بدها بريميوم كونتنت هم اللي بيدفعوا لها، أو بدو خدمات تانية بيدفعوا الفرق التكلفة اللي بتغطي هذه الجزئية. وهذا التوجه العالمي الموجود حاليا. طيب the power of expand exponential growth اللي عندي، هذا بناخذ بريك وبنرجع لها ان شاء الله عشان نكمل عشان ما نطولش عليكم فيها.